يعني هذه تبين أن هناك جدية لدى المكونات الوطنية لشعبنا الفلسطيني بالترجمات العملية المباشرة للبيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة في هذا اليوم الذي تجرى فيه الفعاليات في آن واحد في الضفة، في غزة، في مناطق سوريا ولبنان وبلدان المهجر أمام السفارات التي تطبع اليوم، وخاصة أنه هذا اليوم سيشهد توقيع الاتفاق الإماراتي البحريني الإسرائيلي بالرعاية الأمريكية، لنقول أن هذا التطبيع هو خيانة للمبادئ، للقيم، لميثاق جامعة الدول العربية، خيانة للقرارات التي اتخذتها القمم العربية التي كانت ترفض إقامة أي سلام مع دولة الاحتلال ما لم يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من أجل مطالبة في هذه التحركات مطالبة القوى والأحزاب العربية الثورية والتقدمية للتحرك للضغط على المؤسسة الرسمية لوقف كل هذه الهرولة نحو الاحتلال الإسرائيلي، والدعوة من أجل أوسع حراك جماهيري يستنهض كل الطاقات والإمكانيات وصولا لانتفاضة ووصولا لعصيان وطني شامل في وجه هذا الاحتلال الإسرائيلي. يعني اجتماع الأمناء العامين الذي اعتبرناه خطوة في الاتجاه الصحيح فتح الطريق أمام إمكانية استمرار الحوارات بين الكل الوطني الفلسطيني لوضع ما اتفقنا عليه من لجان سواء للمصالحة الفلسطينية أو للشراكة الفلسطينية أو للقيادة الوطنية الموحدة من أجل أن توضع موضع تطبيق. وهذه اللبنات وهذه الثمرات التي رأيناها اليوم خطوة تؤشر أن هناك إمكانية لتوحيد كل طاقات شعبنا في مواجهة الاحتلال وإنهاء كل التناقضات الداخلية. يعني أنا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يؤمن جانبه، وكل هذا الهدوء إن لم يكن هدوءا شاملا متلازما وهدوءا يرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، لن يستطيع هذا الهدوء أن يصمد أو أن يصبر طويلاً.